أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، حمدا حامدين، حمدا شاكرين، حمدا صابرين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها من الأقصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم ذو العفو، فاعفنا ووالدنا ومننا ومشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احينا بالإيمان، وامسنا بالإيمان، وامحنا بالإيمان، واخرجنا كما إيمان. اللهم اغفر لنا بحسن الخاتمة، ولا تختم لنا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين 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 يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم. ربنا تقبل منا دعانا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وطهرنا وتوشنا وعملنا وعصرنا وعودتنا إلى بيتنا للإفطار. إنك الغفور الرحيم، إنك السميع العليم، ودلنا يا مولانا إنك التواب الرحيم. دعونا بأسفارك اللهم أتيتنا فيها السلام، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم منا ومنكم تقبل.